تعتبر مقاطعة مرلوط إحدى المقاطعات التي تمثل حجر الزاوية لمقاطعة ولاية على النيل كافة، وقد تكون هي الأولى من حيث أهميتها الاقتصادية والاستراتيجية بعد مقاطعة الرنكة. تحتويها من مخزون هائل من النفط، والذي يعتمد عليها الاقتصاد الوطني بصورة مباشرة في كل من مناطق بلوج ودريال وغيرها من المناطق التي تطبع لها. Kepeng, we bawa le jalan we kau yang nama, lalu jauh kau yang nak sabah ke wajib wo. Hanya si muka teman ula, anda bersyukur tu kenas tak kaya merumum, kita nak sabah mengkotorin anda terlalu. Di kenal ke bahkan tahu dem, rendem yang mesti jadi sabi, abah le jalan lalu jangan sih ke tak ke uti nam, tak ada benu eh, abik eh kecibo, dia malu bi. Anda cinta, anda bersyukur jadi sabi di tanah Sudan. اللي اصطمت في فترة التمرد تاريخ مشاد في مناطق ذي الحدي انه التمرد ما قدر يخش في مقاطعة مضبوط. والقوات الأمنية والقوات النظامية وجراوة ميكان في جبل الخرط كمان تجاجيل الشعب عشان بيقل متمردين مجد مشاد. برضو بيشكر لنا ناس القوات النظامية التي سلمية وكل القوات النظامية والمتطوعون الشباب اللي حملوا السلاح بناء على هذا الوطن ووقفتهم مع الجيش الشعبي لتحرير السودان. انا بحييهم في التحيه دي. كتب طبعا هو بيجينا انت وقتي كانوا سينا اجل وجهه قبل يجوا على الوقت واللي قدام. انا متاكد اذا كانت البيت وما الشباب انا متاكد يمكن كيف تخش وياكل الحاجات اللي جوا البيت كله اذا كان ما عندك باب. حكم هذه المقاطعة العديد من الأوجه السياسية من أبناء المنطقة منذ تأسيسها، فكان آخرهم السيد دانجوج أيويل الذي يعتلي عرش المقاطعة في هذه الأثناء، فمنذ تعيينه في الأشهر القليلة الماضية محافظا لهذه المنطقة، قام سيادته بزيارة ميدانية تفقدية لكافة بيامات مقاطعته في مستحل مباشرته للعمل هناك. فقد حزيت بيامو بمشك بضربة بداية الزيارات والتي كانت بحدث الوقوف على العمل الأوضاع، الأمر الذي وجد استحسانا وقبولا كبيرين من أهالي المنطقة. حقيقة أنا مبسوط الليلة إنه أجي أقيم قدام أهلي في أبو مشوق وأشوف الاستقبال الحر اللي استقبلونا أنا والوفد المرافق في زيارة في أبو مشوق. حقيقة طبعا أنا ما داير أتكلم كثير بمشاكل الحصل بالنسبة للبلد جنوب السودان، لانه مشاكل لا اي زول بيعرف حتى الشعب الصغير. الحاجه دايرة اكد لكم انه القواتكم الجيش الشعبي لتحرير السودان والقوات والنجسه الامنيه كلها هم حاليا مرابطين في جميع حدود ولايه النيل وبالاخص الحدود مقاطعه مرلوط. وبشكر كمان الشباب اللي انخرطوا مع القوات الجيش الشعبي المتمثل في القوات الخاصه انه هم يواصلوا في التامين حدود المقاطعه عشان اهلهم وابواتهم وصغار ينعموا بسلام على مصر مقاطعه مرلوط. لم تقتصر زياره المحافظ فقط والوفد المرافق له في بيام بمشوق، فقد شمل جوله المحافظ هذه بيامات ونموم وفن مديد وبلدورة، والذي وجد المحافظ خلالها ترحابا واستقبالا كبيرا من قبل المواطنين والسلاطين والقائمين بأمرهم. فقد استمع سيادته في هذه المناطق إلى شكاوى المواطنين
والتحديات التي تواجه حياتهم. فأستاذ المحافظ نحن بنرجع منك انه تعيش معنا في السلطة ده في رقابة تام ليل ونهار بدون اي نوم وتفتح اذانك كويس. اقل معلومة جاتك لو جا معلومة من جنة صغير ده جنة صغير زي بنت ده وجاك في سرعة بداك وقال لك يا بنتي حاجة انا شفته ما سليم اصل ما نستحرم به ما تقول يا اخي ده جنة صغير ما ممكن يوصل لي المعلومة ده لانه الواقع انا اشيله ما واقع تازول قاعد يستعمل المعلومات تاني اي معلومة جاء من طرفك مفترض تقبضه وتحلله بشكل كويس نادي لك زول انت بنفسك فيه اذا انت ما تقدر تاخذ برنامج براك لازم الامن قاعد وانت ماشي فيا مار الصبا المقاطعة والمشكلة ده اذا ما تحلت مواطن قاعد يدفع ثمن بوراو اول حاجة قلم قاعد يموت ده قلم المواطن اللي في ايام جنر قاعد يعطش ده جنر في ايام مرات موي بيقطع 4 يوم شوفوا صغار بنوم جوعانين كان بكره يوم الثاني بقيل وكده ما في تنسيق ما بين اداره الشركه والفيام لحد المقاطع هناك فده اروح الانسان أصلا انا ما هقول كلام كثير لكن هقول نقطتين بس مهمين فهي مبسوطة في المقام الأول بجي ذات المحافظ في فايام بمشو كنا في فريا أتمنى أن أقول لك دي تقول كلام كثير ده كلمات إن ذات تقدمها لكلمة ذات الشكر. الأمر الذي جعل سيادته يستجيب لهذه المطالب مشيرا في خطابه بهذا الخصوص أن إدارته سوف تولي اهتماما كبيرا بتلك القضايا الخدمية ليس يما الأمنية لتوفير سبل الحياة الكريمة والطمأنينة. أنا دار أقول إنه الحاجة خلت التنمية في الفترة دي أنا دار أوريكم السبب عشان بعد ما تقول أن دار دافع الأخوان القدامي كان فاتح وأنك يدن يا آية تنمى آية تنمى هيليك لكامو بقول شركار وانا كدلو هي مجال البترول بانا جيك بانجا لكو بشركات وقا جنوب إيدا تنم وقول كبترول تنم وانك كبترول ينا ينا فوي وبان جنوب حاجة أنا بقول لكم التنمية وقفت من 2011 بسبب تاعت الحرف اللي خطنا مع السودان لما شاكلنا في حرب الحجري دي وقفت البترول في جنوب السودان وده عقبة الأولى لعرب الناس كله في جنوب أشيك اللوية قانا عقا اللوية كي يكون بترول عن نسبة 2% في عقف ينقى بني ولاية ينا اللوية كي ينا قانا كي قطع الحاجات انتو شايفين عملنا من زمن تات محافظ السابق طان جاي كاي كون نسبة 2% كاي تليقى إجابة أنا يقع أي ولاية كي نعيت أنا تيقى بغير كنا يأتو مكاني كما تا كي تا تنمي أتاك هاي نووتي ده واحد من ضمن الحاجات خلت تنمي كرعنا كن كرعنا كن زمن داو برضو هو تونغ كانغ يدي يدان أي يندي بان باو لوي كارو فيها جاك وكوي غاجا فيها رو فيها جاك جينا دير لوي جين الحاجة أنا بقوله إنه حاجة ما خلت التنمية يمشي لأن الناس كانوا جي قدامي واحد بياخد 2 شهر 3 شهور بيطلعوا برا فأنت ما بتتخطى تعمل حاجة كويس لأنه أنت من يجي كيسا اللي أنا جان بان وانقا لوي أكو قطوات وأكو لوي أول آية ببين تنين تدي وانا قاعد تاوتين وجارب يفوق بيران أكو راندي وانا قاعد نمولو وبعدين كان يجي رامبيين مولو كي يبيرابا يفوق daram ko rambien ben yi ko ban ayu zaman ko anam mu jere de buira fal buira fal ko ko mu jere ri rabang ora de yang kay kan kan ngur ga takay ci man wan kay kan zaman buñ ba ga ga te ta tahyili ci hada to na zaman ittifaqiya basita ba do rek masharga be amaliya ta tingila bi ta to ne kan ga ga ayu ke juz men ka ta lu ay takay ni malu da al hajat al ana asbab an an zakartum al ittin da min dhimn al hajat da waqaf al tanmi fi muqafat mazlum أما كانوا ناسين جامعوا كتير، أبا كفوم ميم، يعني كبرت كسين كتير ما أنو، أتاك لو تانا نوبي ده كفونا يا كدويل، نامي أك كي كنا ويجي كي بلا بن. الحاجة أنا بقول لكم زي ما أنتوا تكلمتوا كبير كتير أنا ما أدري أركز الكلمات بتاعكم كله. أنا هقول كلمتين ثلاثة كلمات عشان أنا بعدين ما أطلع كطاب زي ما أنتوا قلتوا. فأكيد ما كفوم ميم كده يا ما كفوم ميم كي بلا بن، يبغى بلا كتير نامي أك أجا بلا تيم ويجي كنا كوي جاي ويجي كوي بلا بن كتير. أنا بقول لكم حاجات بسيطة إذا بعدين أنا انقطعت نص الطريقة بتاع الناس شايلهم قدامي برضه تخلوا لي الحتة دي بتعينوا في لكن أنا لو رد كبادلتهم كان كتاب لو كده يا من نوم كتير سين باليو نعم يا أخي يقولوا لك دعواتي كانوا لو وانو كان هنا ترجع لتوين أنا خيطت بهار بجرب بسيط بعملها
هل ما قدرت بخليه القدر عليه بكرة تقول انه ده وعمل كده وخلى كده؟ طبعا ودنا نيتا هون ودنا كلمين بي اكو مربين عيوه ين الفين ابن بي مؤسسات اكو مزارة بيك ديتا هو كتا يلي شوفين كما نون مدرسة هنا كما نون فايام كما نون دكتور بوليس وجلاء ونحكيم اكي جفين كنوين وكي وغير كسيمة كتير ويانا متفر ويقعي. الكنائس بهذه القيامات كانت لها نصيبا في زيارة المحافظ أيمانا منه بدور هذه المؤسسات الدينية في إشاعة قيم الفضيلة في المجتمع. زي ما قال السيد مدير التنفيذي انه في الزمن ده زمن المصطلح يصح في دور الكنيسه بالنسبه للمشاكل اللي حصلنا في جنوب السودان. كان زمان لما كان في مشاكل على مستوى السودان كله الكنائس كانوا يصلوا ليل ونهار لغايه حتى السلام بتاع توقيع النهايه الاتفاقيه الشامل في 2005. برضو عايزين رجال الدين والمؤمنين والناس كله يصلوا من اجل الاسلام عشان ما يحصل تغيير للوضع اللي حصل لنا هسه. زي ما نحن جينا قاعدين يمكن في ناس جايين من مناطق ثانيه زي ما زرق بيسدوا بشويه مرلوب بيجوا فيها ثلاث مضاعفات او اكثر. فاننا دايرين كمان نصلي لربنا كلنا عشان ما يحل لنا السلام وما يحصل ثاني المشاكل اللي حصلت قبل 50 سنه.